أترون لهذا الماء أهم عنصر في الحياة؟ هادئ، شفاف، جميل، لكنه قادر على الإهلاك إن خرج عن مساره، ولذلك نصنع له حدودا حتى نحمي أنفسنا منه ونحميه من أن يتبدد. وكذلك نفوسنا إذا خرجت عن مسارها ممكن أن تهلك وتتبدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييكم وأرحب بكم مع نورك فينا. مجموعة اليوم من أسماء الله الحسنى تحمل صفات مميزة طبعا كباقي المجموعات التي استعرضناها في الحلقات الماضية والتي سنستعرضها، وكل أسماء الله الحسنى كنوز ليس لها حدود في مدى حاجتنا لها، هي مواقف الحياة وظروفها تنعكس من خلال هذه الأسماء الحسنى، فكل ظروفنا التي نمر بها نستطيع أن نشكل مواقفنا بناء على الأسماء الحسنى، ونحن جميعا نقدس الأسماء الحسنى، ويعني كلنا عندنا مشاعر روحية كمؤمنين تجاهها، ولما نشوف اسم الله تعالى والأسماء الحسنى معلقة يعني نعجب نتأثر، لكن آن الأوان أن نحول هذا التقديس إلى توظيف في حياتنا ونجعل حاكم على كل حياتنا. إذن مجموعة اليوم هي مجموعة التحكم التصحيحي، وتشمل أسماء الله تعالى القهار، القابض، الخافض، المذل، المميت، المؤخر، المانع، الضار، المنتقم. فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى ونفعلها في حياتنا؟ طب سؤال، لماذا الكل وفي إجماع على وصفها بالحسنى ويبدو عليها القسوة الظاهرة؟ فلأول وهلة كثير من الناس لا يستطيع أن يتخيل أننا هذه أسماء حسنى، ولا يتخيل طبعا أننا ممكن نطبقها في حياتنا. وطبعا ما عمركم سمعتوا واحد اسمه عبد الضار ولا عبد المنتقم ولا عبد المؤخر. طيب إذن واضح أننا أسماء حسنى نضعها في اللوحة نقدسها، وبعدين ما نتعامل بها أبدا ولا ليس لنا أي علاقة بها غير هاللوحة هذه، حتى ما نعرف كيف نطبقها ولا نعرف كيف نقدسها حتى. هذا الذي نريد أن نتحدث عنه اليوم. في الواقع أن هذه الصفات من أهم الصفات التي لا غنى عنها لأي إنسان في حياته، هي التي تضمن قدرتك على مقاومة هواك، هي التي تضمن قدرتك على تصحيح أخطائك وأخطاء الآخرين أيضا من حولك، فنعيد التوازن للحياة. هذا التوازن المفقود لا يمكن أن يعاد إلا بصفات التحكم التصحيحي الذي يصحح هذا التوازن. تخيل لو كانت قدراتك تنطوي فقط على صفات الرفق، تنطوي على صفات الرحمة، الود، الرأفة، المغفرة، العفو إلى آخره، ولو كنت تمتلك هذه الصفات بدون ما تمتلك الصفات الأخرى التي فيها حسم وفيها ضبط أمور، ماذا سيصبح؟ أنت ستصبح حشاك إمعة، يستهين بك الناس وينتهكون حقوقك، وما عندهم خوف لأن أنت بس تغفر وترحم وتعفو، أنت ما عندك قدرة أنك تنتقم ولا تضر، ما عندك قدرة، عندك قدرة فقط على صفات الرفق. لو أن مجتمعاتنا يحكمها الود والحب فقط بدون آليات لمعاقبة الخارجين المجرمين لسادت الجريمة، كما يقولون من أمن العقاب أساء الأدب. فمن يتولى منا أي منصب قيادي سيعرف أهمية صفات التحكم التصحيحي، وهو وضع قوانين ثواب من جهة، لكن عقاب أيضا، يستطيع إدارة من هم تحته بدون القدرة على العقاب، فقط ثواب،
لن تستقيم الحياة. ولهذا هذا الكون له خالق كامل الصفات، اتصف بكل صفات الرفق والرحمة والإيجابية، وهو أيضا يتصف بكل صفات الحسم والتصحيح اللازمة لإصلاح الأنفس والمجتمعات. سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى التي لا يمكن أن يدار هذا الكون ولا تدار الحياة بطريقة سليمة بدون هذا التكامل. حفظ الحياة وإدارة عملية الحياة عملية معقدة تحتاج توازن شديد. أنت عندما تمنع نفسك من فعل ما هو ضار وخاطئ، فالمنع هذا هو أداة للتحكم في النفس، أليس كذلك؟ لما نمنع أنفسنا هذا يدل على أن لدينا إرادة. فإذا إذا كانت لديك هذه الإرادة وكان لديك طفل وأنت تعلم أنه ينبغي عليك أن تمنع عنه بعض الامتيازات إذا كان سلوكه غير قويم، وستمنع عنه ما يضره أيضا ما يضره، وحتى لو كان يحب هذا الذي يضره. كلنا نمنع الأطفال من أشياء، صح؟ هم يريدوها يحبوها كذا، طيب ليش تمنعوه؟ حتى لو تذمر، حتى لو اتهم أمه وأباه بأنهم قساة، مع ذلك هذا هو التصرف السليم. كذلك الطبيب سيمنع ما هو ضار بالمريض وإن اشتهاه. وأنت إذا كنت مدراء فستعلم أنه عليكم أحيانا أن تكتبوا تقارير أداء غير مريحة بل قاسية أحيانا، تخفض فيها من قيمة عمل هذا الشخص لأنه لا يستحق. فأيضا لأجل أنه لما نكتب عنه هذا، الهدف ليس العقاب فقط وإنما حتى نعطيه سببا للتغيير والارتقاء بأدائه. وإذا كنت قاضيا فأنت ستمنع المذنب من الحرية وستنتقم للمظلوم من الظالم وتحجب عنه كل فرص المتعة هذا المجرم وتضعه تحت وطأة الألم. لماذا؟ لماذا؟ وإن كنت أنت جراحة ربما تضطرين إلى بتر عضو فاسد لتنقذي به بقية الجسد. أنتم في كل هذا تحققون الضرر، أليس كذلك؟ ضرر مادي، ضرر نفسي، تضر كل هؤلاء. لكن هل أحد ينتقد الطبيب لما يفعل هذا؟ قد ينتقدك من لا يفهم، لكن حقيقة ما تقوم به هو نفع الناس وإن كان شكله ضرر. فأنت تضرهم ظاهريا بقطع يده لتدفع بالحفاظ ليحافظ على حياته، تمنع من أشياء تضر في أشياء. إذن تطوير الآخرين ومهارات القيادة هي مهارات نستطيع أن نتعلمها كلها من معاني الصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن بينها صفات التحكم التصحيحي الذي لا يستطيع القائد أن يقود بدونه، من سلوكيات مهارة القيادة أن ترشد الآخرين حتى يحسنوا من أدائهم، أن تجعلهم مسؤولين عن قراراتهم، أليس كذلك؟ المسألة هنا هامة جدا جدا حتى تمكن الإنسان من تحقيق أهدافه لازم تعلمه كيف يشد على نفسه، كيف يكون له إرادة، كيف يقاوم التثبيط، صح؟ ما يمكن نقود فقط بالحسنى، ما يمكن. من سلوكيات تطوير الآخرين أيضا أن تدربهم وتقدم لهم تحديات. من أجل ماذا؟ من أجل تنميتهم. في مثل إنجليزي يقول No pain, no gain. فإذا لم تضع الآخرين معناه تحت شيء من الألم، قدر مناسب من الضغط والتوتر، لن يحققوا gain، فوز، نتائج، لن يستميتوا لتحقيق الأهداف، لن يطوروا مهاراتهم التي يحتاجوها لأداء مهامهم بنجاح.
فإذا القائد لم يتسم بالحسم، وإذا القائدة ليس لديها صلاحيات لتأديب المخالفين، لن يحترمهم أحد ولن يعيرهم أحد اهتماما. تلك إذن هي الصفات التي لم نفهمها من قبل، كيف نستخدمها لإصلاح الذات، لإصلاح المجتمع، ولا غنى عنها، ولا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها. هذا بعض جوانب فهم التحكم التصحيحي، ومزيد من معانيه بعد الفاصل إن شاء الله. تجربة قام بيها علماء النفس من جامعة ستانفورد في الستينات والسبعينات. التجربة دي كان هدفها دراسة تأخير الثواب delayed gratification على سلوك الفرد. فاللي عملوه ان هما جابوا مجموعة من الأطفال وحطوا قدام كل طفل قطعة من الحلوى. التجربة اسمها the marshmallow experiment. فكل طفل قدامه قطعة حلوى، قالوا لهم التعليمات ان انت عندك، كل طفل عنده الاختيار ان هو ياكل قطعة الحلوى فورا وياخد الثواب الفوري، او لو انتظر لمدة 45 دقيقة او ساعة هياخد قطعتين حلوى بدل قطعة واحدة. والباحثين سابوا الغرفة ومشيوا، وفعلا بالفعل في أطفال مجرد ما الباحثين مشيوا من الغرفة راحوا واخدين الحلوى فتحوها واكلوها على طول وخدوا اللي هو ايه الثواب الفوري. في منهم قعدوا يلعبوا بس كده بالورق ومش عارف ايه بتاع الكاندي بتاع الحلوى، وتحكموا في رغبتهم ان هم ياكلوا الكاندي وتوقفوا ولم يأكلوها، وبالفعل دولت حصلوا على قطعة تانية من الحلوى بعد نهاية التجربة. التجربة ما خلصتش في المرحلة دي. اللي حصل ان الباحثين تابعوا سلوك الاطفال، نفس مجموعة الاطفال دول، المجموعتين اللي هم اكلوا الحلوى واخدوا الثواب الفوري والمجموعة اللي اخرت الثواب وحصلت على ثواب اكبر، تابعوهم بعد 14 سنة. بعد 14 سنة لما درسوا المجموعتين مرة تانية وجدوا ان الاطفال اللي تحكموا في نفسهم ساعتها حققوا نجاح علمي وعملي أكبر مقارنة بالأطفال اللي أكلوا الحلوى في ساعتها. وكانت النتيجة اللي وصلوا لها إن تأخير الثواب، الشخص لما يتحكم في نفسه، وطبعا ده بيبني إرادة عالية عنده علشان يحصل على أهداف وثواب أكبر في المستقبل، ده بيخلي عنده العزيمة والإرادة إن هو يتغلب على المشكلات الحياتية والتحديات الموجودة اللي الإنسان لازم هيواجهها لو عايز يحقق أهداف أو لو عايز ينجح في حياته. أهلا بكم ومرحبا مع استئناف حديثنا حول أسماء الله الحسنى بنظرات جديدة وكيف نفعلها في حياتنا. ونحن ما زلنا مع الأسماء التي سميناها مجموعة التحكم التصحيحي، التي ظاهرها شكل القسوة وكثير من الناس لا يستعملوها، وباطنها فيه الرحمة. دعونا ننظر إلى اسم الله المؤخر لنتعلم منه مهارة هامة جدا، وهي مهارة التحكم في التوقيت. مهارة التحكم في توقيت الثواب والعقاب. احدى المشكلات الاساسية التي تواجهك كانسان انك تريد كل ما تريد الان وفورا، تريد كل شيء نريد الان فورا، تريد ان ترى ثمار عملك فورا، وتريدي أن تشعري بالسعادة فورا. هناك من الشباب من يقضي وقته عابثا لاهيا متهكما على زملائه، الذين يقضون الوقت في الدراسة وفي الاجتهاد. حتى بعض الأمريكان على فكرة يعملوها في الغرب، هؤلاء يسمونهم، يضحكوا على واحد يدرس كثير يسموه he's a nerd، nerd يعني كذا بس، يعني هذا بس يدرس. طيب، فهؤلاء الذين يستهزئوا بهؤلاء في الحقيقة هم ما يفهموا المعادلة. هؤلاء الذين يقضون وقتهم في الدراسة والاجتهاد والأنشطة الطلابية والنقابية والاتحادات، هؤلاء يؤخرون الحصول على المنح الفورية. هؤلاء يخططون للمستقبل، صحيح أنا أتعب الآن لكني سأصل إلى شيء عظيم في المستقبل، متأخر ليس فوري.
وكان احنا عندنا في شيابنا في الكويت عندهم مثل بسيط جدا لطيف يعلمون الشباب، يقول لا اسمع اتعب اتعب تلعب تلعب، العب العب تتعب تتعب. طبعا كلامهم مش صحيح، العب العب تتعب تتعب صحيح، لكن اتعب اتعب تلعب تلعب ليش العب العب؟ ليش العب العب؟ انا اتعب اتعب واجد واجد والعب ايضا، يعني ليش بس العب؟ فالحياة ليست فقط لعب. اذا ساكون اكثر تحكما في مستقبلي، اقدر على حصد النجاح طويل المدى اذا كنت اليوم جاد. اذا هذا معنى المؤخر، انا ابذل الجهد الان من اجل نتائج ستأتي لاحقا مؤخرة. فقليل منا للأسف من يفهم ضرورة العمل الجاد المستمر الدؤوب حتى ينال الثواب ولا النتيجة العظيمة المؤخرة. كذلك تأخير العقاب، ليس فقط تأخير الثواب، تأخير العقاب أيضا من المهارات الهامة. فإمهال المعتدي هو السنة من سنن الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يعني لو كل واحد ظلم الله عاقب فورا، ماذا سيحدث؟ تخيلوا معي لو أن كل شخص أذنب ماذا سيحدث؟ لو عاقبه الله تعالى فورا ماذا سيحدث؟ النتيجة يذكرها القرآن، ما ترك عليها من دابة. لو عاقب كل خطأ فورا ستفنى الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذا من رحمة الله، من رحمة الله أنه المؤخر، من رحمة الله أنه ما يعاقبنا فورا على أخطائنا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، موعد محدد. فإذا جاء أجلهم، سواء هذا الأجل محدد أنه سيعاقبهم في الدنيا أو أخرهم الله تعالى إلى الآخرة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سينزل العقاب عليهم في لحظتها إذا ما كانوا تابوا. فالله سبحانه وتعالى لأنه المؤخر يعطينا فرصة وفرصة وفرصة. من رحمته الجليلة أنه المؤخر، الحمد لله أنه المؤخر. وأنت وأنا وأنت كذلك ينبغي أن نتعلم متى ننفذ العقاب. مثلا أنت تمهل ابنك الذي اكتشفت أنه يزور موقع إلكتروني سيء غير لائق، فلا تنفذ غضبك الفوري، وبالعكس تتعامل مع الموقف بطريقة أكثر حكمة، بدل ما تعطيه كف ولا تضربه وتجلده، وإنما يمكن لو أخرت العقاب واستعملت أسلوب تربوي أكثر ستتحقق حكمة، حكمة التأثير المطلوب. فتأخير إذن الثواب وتأخير العقاب مهارات هامة جدا، نسميها مهارات التحكم التصحيحي. إذن صفة المؤخر تقوي لدينا مهارة التحكم في النفس، والتي من سلوكياتها الهامة أن نتحكم في نزعاتنا، رغباتنا المتهورة، أحيانا قراراتنا المندفعة. نؤخر نؤخر. إذن صفة المؤخر تتيح لنا القدرة على التفكير، على الانتظار، على الصبر. صحيح لن نقطف الثمار القريبة، لكننا ننتظر الثمار الأكبر الأطيب البعيدة. حفظك الله يا أبي، لولا مثل هذا ما كنت هنا الآن.
اسم آخر ممكن نضيفه أيضا إلى هذه المجموعة، مجموعة التحكم التصحيحي، وهو اسم الله الجبار. اسم الله الجبار تناولناه في صفة الدعم، وهنا قلنا أنه من معاني الجبار سبحانه، الذي الذي يصلح العظام لما تنكسر، يقول جبر العظم فيسمى جابر العظم أو جبار العظم. طيب، فهنا تناولناه في صفات الدعم بمعنى دعم الله سبحانه وتعالى لك ولك عندما تكون عندكم معاناة، عندما تنكسروا فيصلح الله كسركم. فالجبر في صفات الدعم يشير إلى النتيجة، وهي التئام الكسور سواء الجسدية أو الروحية والنفسية. أما الجبار والجبر في صفات التحكم التصحيحي فتشير إلى عملية إجبار، غصب عنك ستعملها، ليس بإرادتك، ستعملها ليس بإرادتك، ستجبر عليها إجبارا. طب كيف يأتي هذا المعنى بمعنى جميل؟ هنا تأتي هنا تشير إلى عملية إجبار العظام وإكراهها على أن تظل في موضع واحد لمدة طويلة. لما نحط عليها الجبس تظل موضع واحد لمدة طويلة ونحد من حركتها، من أجل ماذا؟ من أجل أن يلتئم هذا الكسر ويصلح. فالجبار، وممكن نضيف لها حتى القهار، يحتويان على معاني القهر والإكراه. لكن الله سبحانه وتعالى يضعنا في هذا الموضع، في هذه التجارب التي تكرهنا أحيانا على ما لا نحب. لماذا؟ لأن فيها جبر لكسورنا ونمو لقدراتنا ومنافع ليس لها حصر. يعني خذوا مثلا الهجرة، هجرة صعبة، لما إنسان يترك بلده أمر صعب، التغرب والبعد عن الأهل والأحباب وعدم الاستقرار النفسي والمالي وغيره، هذا أمر صعب، من جربه يعرف صعوبته. فهي كره لكل إنسان، لكن لها فوائد جمة لا تعد ولا تحصى. فإذا الهجرة في حالات معينة هي الحل، هي الحل. لما الإنسان دينه لا يستطيع أن يمارسه، ما يستطيع يمارس دينه، إذا لو بقى في بلده سيبقى بلا دين. الآن أيهما أهم بالنسبة لك؟ الأمن والاستقرار والمعيشة في ذل حتى دينك ما تستطيع تمارسه، ولا إذا ما تستطيع أن تقاوم هذا الضغط وهذا الطغيان هاجر؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هاجر، خططوا هكذا، هكذا الحكيم. فيجبر نفسه ويقهر شهواته ويقهر حتى نفسيته، لولا هذا الإجبار وهذا القهر هذه الهجرة تصبح وبال. لكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه أمره وأمر أصحابه بالهجرة مرتين، أمرهم بالهجرة للحبشة وبعدين الهجرة للمدينة، وهو صلى الله عليه وسلم هجر معهم. ولما راحوا المدينة إيش فعلوا؟ استقروا خلاص، عاشوا فيها، حتى لما فتحت مكة معظمهم لم يرجع. على فكرة معظم الصحابة لم يرجع إلى مكة، ظل في المدينة، خلاص هذا صارت بلد الجديد. إذن نجبر أنفسنا ونقهر نفسيتنا، وإلا تختل الهجرة وتصبح وبال. إذن لولا صفات القهر والإجبار ما استطعت أن تجبر نفسك على إتيان ما لا تحب، لولا قهر الأهل والأحباب لمشاعر الافتقاد الفتاكة هذه ما استطاعوا أن يتركوك تبتعد عنهم، ولم يكن لهم صبر على فراقك. طبعا الهجرة وطبعا الفرقان، الفراق هذا أمر يعني يقتل الإنسان، لكن الذي يتحلى بمعاني الإيمان ومعاني الجبر والقهر حتى لنفسيته عندها ستستقيم حياته. إجبار المواطنين على الالتزام بقوانين أمر لا تستقيم الحياة بدونه. الجبار والقهار صفات جميلة، فكروا فيها، لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها. أرجو أنكم
تعلمتم معي معاني جميلة أنا استفدتها جدا من هذا الطرح الجديد الذي يعني أصلناه وطورناه في هذا البرنامج، وتجدون له تفاصيل أكبر وأحسن، لأن الحلقة لا تستوعب، زمن البرنامج لا يستوعب كل هذه المعاني، فأتمنى أن ترجعوا لها في الكتاب أو الكتب التي تستطيعوا أن تشتروها من موقع سلام فور أول، وريعها سيكون وقفا على مشروع نشر الأسماء الحسنى وغرسها في أمتنا. مزيد من معاني التحكم التصحيحي وكيف نطبقها ومهارات تطبيقها في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ليست كلمة نعم صحيحة دائما. حين يلعب الطفل بالكهرباء ينبغي أن نقول له لا، وحين يقصر ولد في الصلاة، وحين يتهاون موظف في العمل، وحين تخير أنت بين أمر ضار تحبه وآخر نافع تكرهه، لا تترك نفسك لهواها، علمها كيف ومتى تقول لا، وكيف ومتى تعاقب. كن كما قال المتنبي لسيف الدولة: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى.